حطينا الضوء في مشهد عشان تركب كده برضه ان انا ريفرش شويه اللي احنا قلناه عشان حلقه الضوء مره برضه الضوء على الناس اللي هي موهومين في المشهد الاخير ان الناس بتطلع موهومه ما عندهاش موهبه وجايب وسايط وكروت وكلام من ده. الناس دي اللي موجوده في المشهد الاول العكس قائم العمل او المسؤول واللي بيعمل او بيصنع هذه الحاله الفنيه هو الموهوم. قرر يسافر انجلترا علشان يكمل دراسة المسرح، حبه الأول والأخير. عاش هناك على مدار 14 سنة وقدر يكون مجموعة من الفرق المستقلة هناك غيرت في شكل المسرح في انجلترا. أخرج عرضه الأشهر كيسز أو حالات اللي كان فيه ممثلين من 10 دول بتسع لغات مختلفة، وحقق العرض نجاح كبير رغم عدم فهم الجمهور لأغلب اللغات. رجع مصر علشان يحقق حلمه بتطوير المسرح المستقر ونشره خارج حدود القاهرة واسكندرية. أسس 10 فرق في 10 محافظات مختلفة غير 6 فرق في روسيا وانجلترا ونيجيريا. يا رب صبحنا وربحنا وبالعلاجك ما تفضحنا. اتفضل يا أستاذ، احنا جاهزين للشغل خلاص. يلا بسرعة أنا هنروح عشان مش فاضي ولا شغل. تعالوا نادي الفل بينادي. يلا اطلع الشغل يا باشا. بونجورنا يا جاهولي. الله يكون في عوني منك ومن المواهب الفاسده اللي بتحتف عليا كل يوم. ليه بس يا استاذنا؟ ما ماشي معانا عيله بيوت صغير انا ناس ولا ايه؟ ولا في صغير ولا انا ناس ولا انت فاهم حاجه في اي حاجه. يلا ايه اللي في جرابك النهارده؟ يلا يلا كل واحد هيخش عليا باسمه وعنوانه وتليفونه ويخش عليا بالمشهد طوالي. تعالي يا عسل. اسمي نوسان 13 سنه. يا نهار ابيض، ايه الجمال ده؟ رجعت للتمثيل في 2010، بدايته كان الاستاذ حلمي خالد طبعا، الاستاذ عزة الايمان. يمكن من حسن حظي بقى يعني ان انا اشتغلت مع الاستاذ فادي سويوس ومع الاستاذ يوسف عزيز. مهم جدا ان الممثل يلاقي المخرج اللي يكتشف فيه حاجه ما تخيلتش اطلاقا ان انا ممكن اشتغل كوميدي. في البدايه ادواري كلها تراجيدي او دور معلم او دور الادوار اللي هي العاديه. انما ان انا اشتغل كوميدي دي كانت بالنسبه لي مش موجود، وكان الحمد لله دور ناجح جدا جدا في مجانين. ولكن اشتغلت طبعا مع الاستاذ فادي في الخوف، دور من ادوار عمري يعني من الادوار اللي انا بعتز بها جدا. هو الاسم طبعا صعب شويه لانه كان دور ابليس، ان انا اطلع صامت خالص انما كل الاداء حركي، فكان مفاجاه بالنسبه لي برضه. ويمكن الاستاذ فادي كان قالها لي يعني قال لي الدور بتاعك دور جايزه. شغالين دلوقتي طبعا برضه في مسرحيه الوهم، شغال مع الاستاذ يوسف برضه في مشاهدين. ولكن حضرتك شايف ان السن بتاع الشخص بيعبه في ان هو يشتغل اصلا كتمثيل مسرح؟ استحاله، لا طبعا. طول ما الانسان عنده المقدره على العطاء فهو بيدي. عم السن ما كان يعني برضه بترجع لشخصيه الانسان نفسه. ايه رايك يا استاذ؟ والله مش بطال، بس ممكن تورينا حاجه نفهمها؟ قصدي يعني يقول لك حاجه من بتوع اليومين دول، حاجه عصريه يعني كده نفهمها. يعني حاجه تتحقق خواتنا بابا الجو الكريم ده. حاضر يا استاذ، حاضر حاضر. كله موجود ان شاء الله. في مشهد فلاحي من مسرحيه المشخصاتيه. دور فلاح يعني دور عرفان. وماله وماله؟ تأليف الاستاذ عبد الله التوخي. وماله؟ ماشي؟ حاضر فلاحي، اتفضل يا استاذ. كنا ساعتها سفاري شمس وانا واقف في الهيت بعرف هلم هلم سمعتهم بيقولوا لطيف عطار كان، لطيف عطار كان، لطيفه لطيفه مين؟ يا نهار اسود، ده ما فيش غير لطيفه واحده في البلد. لطيفه لطيفه حبيبه الجامع يا عطار كان. كان مين ابن الكلب ده؟ هو ده بس وحده بسناني قدامي. يا رب يا رب يكون كذب. اعمل ايه الناس؟ اعيش ازاي في البلد ولطيفه مش فين؟ لطيفه حبيبه القلب وجري جري 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 على قصيف البلد. كانوا شالوها وركبوها القطر يسفروها مصر يدخلوها مستشفى الكلب. طب اعمل ايه يا ناس؟
حبيبتي لازم اشوفها واطمن عليه. ايوه امال ايه حبيبتي الجهل؟ طب اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه يا ناس؟ ماني بحبيه ولازم انا اخاف على سمعتي. طب قولوا يا كلب اعمل ايه؟ ايوه جت الفكر. كلب يعضنني كمان ويشيلوني ويركبوني القطر ويسفروني مصر ويدخلوني مستشفى الكلب ونبقى مع بعض. طب انا عايز حضرتك تكلمني عن التعاون اللي بيحصل مع مخرج كبير زي حضرتك، ممكن اشتغل مع مخرج تاني ممثل او حضرتك يعني مخرج زميل حضرتك تستعين بيه فرقة حضرتك، ان ده نادرا قوي لما بيكون موجود في الفرق. ده شيء جميل قوي. هي حصلت كان في عرض عندي وكان اول لقاء بيني وبينه فحصلت كيمياء كده. هو مش اي حد الواحد بيشتغل معاه، يمكن انا في اسكندريه قليل ما بشتغلش مع حد خالص، فحصل الكيمياء بيننا وبين بعض. فهو مشكورا طبعا وشرف ليا، قال لي انا عايزك معايا. كان فاضل على العرض تقريبا حوالي 10 ايام 8 ايام حاجه كده. قلت له انا من ايدك ليك بايدك لي، عشان هو على المستوى الشخصي انا بحبه وربنا وفقنا، وكان هو عامل شغل كويس جدا والمسرحيه مكتوبه كويس جدا، وطبعا كان معانا او معاه هو نجوم من القاهره، وكان ليا الشرف ان انا اكون معاه ومعاهم. طيب حضرتك طبعا عندك فرقه. ايوه طيب فرقه حضرتك بقى يعني شغال فيها ولا موقفها؟ لا شغالين حاليا. احنا كان لينا عرض خلص مسرحيه اسمها مجانين ولكن تاليفي واخراجي، والحمد لله كانت يعني عامله جو كويس وسمعها كويس. وحاليا انا بعمل برباط على مسرحيه اسمها مشاغبين ولكن. وحضرتك برضو شغال مع الاستاذ فادي. وشغال مع الاستاذ فادي. طب كلمني عن مسرحيه حضرتك كده. مسرحية اسمها مشاغبين ولكن بعملها تابع لنادي الأطباء في اسكندرية، تأليف الأستاذ الفنان الجميل الراحل أستاذ نفدنا الأستاذ عبد المنعم الكشير. وطبعا هي كانت مكتوبة من زمن كبير قوي واتعملت في اسكندرية كتير، ولكن خدتها عشان نواكب العصر اللي احنا فيه، فعملت لها إعداد تاني بشكل تاني مع الحفاظ على حق المؤلف وفكرته ما تتجرحش، ولكن نعملها تواكب الزمن اللي احنا فيه. يعني حاليا النهارده ما اقدرش اعمل مسرحيه ثلاث فصول وثلاث اربع ساعات والكلام ده، ما حدش بيستحمل ده، فلازم تتعمل بشكل كويس. الوقت اللي هو الناس ما تملش او امتى هيخلصوا، لا عايز الناس تقوم وهم مشتاقين ان احنا ايه ده هم خلصوا كده يعني. زائد الحبكه بتاعه المسرحيه مكتوبه، فلازم ان احنا نحط لها بقى رؤيه المخرج نفسه. كمعد للنص ابتدينا ان احنا نعملها بالشكل اللائق مع الحفاظ طبعا على حق المؤلف، وكفكره مخرج هو عايز يقول ايه في العرض ده او في المسرحيه دي. طب هيك ممكن تكلمني عن الرقابه؟ الرقابه على المصنفات مشكورين طبعا. كان الاول ممكن في حاجات تخلص هنا اسكندريه، دلوقتي لا، لازم كل العاملين في المسرح من جمهوريه مصر العربيه لازم ننزل على القاهره عشان ارقب النص، وهم هناك بيقولوا لي ترقيب النص رسمي ياخد شهر. النص بتاعي خد شهرين ونص، مع ان انا في شغلي الحمد لله ببقى انا رقيب على النص، لان ده في وشي انا. يعني لو حد في ناس بترمي افيهات وبتعمل وبتسوي، وانا في البروفه لو الافيه ليه مغزى معين او توريه في المعنى بقول لهم لا استوب. ممكن تقول افيه يضيف حاجه حلوه او يساعد الجمهور انه يبتسم او يضحك مش عيب، ولكن ما يكونش فيه اي اسفاف او اي الفاظ جارحه. زي الفكره كلها ان فعلا يعني الرقابه تبقى في القاهره، يعني حتى لو كنت في محافظه بعيده لازم عايز ترقب تنزل القاهره. ده في كمان حاجه ثانيه اكبر شويه. انا عملت ترقيب للنص خلاص، طب انا عايز اجيب تصريح بالعرض. كنا الاول بنجيبه من هنا من عندنا اسكندريه، دلوقتي لا، عشان اجيب تصريح بيوم العرض لازم اروح القاهره عشان اجيب الترقيب ان انا يا جماعه الموافقه ان انا يا جماعه هعرض اليوم الفلاني. زائد ان انا لو عايز اصور مثلا فيديو لازم اجيب تصريح بالتصوير برضو من القاهره. احكي لي الاول عن تجربه حضرتك في بريطانيا. بدايات الخروج من مصر كان تقريبا اواخر 2001 او 2002. قبلها كان في محاولات ذهاب واياب سريع،
لبس اللي جس النبض او استقصاء الحاله عامله ازاي هناك عشان خاطر اقدر ابدا من فين وفين بالظبط. ثم قعدت من 2002 لغايه تقريبا 2004 اواخر 2004 في دراسات مكثفه جدا وبعض الامور التجريبيه في منطقه اسمها ستيفنج. ستيفنج وبرمنغهام هم من المدن البريطانيه اللي بتجري فن زي اسكندريه وزي القاهره، فكان لازم ان انا اركز هناك اكتر شويه عشان خاطر اقدر انطلق من حاله لحاله او من ثقافه لثقافه عشان خاطر اجمع الاثنين واعمل هذا التكوين اللي هو ممكن يبقى فكره جديده يعني زي ما تمنيت. وبعد كده يعني حضرتك لما قررت ان انت ترجع مصر؟ والله ما قررتش ارجع مصر الا بعد ما خطوات كانت صعبه جدا، ولكن انا من النوع العنيد شويه فكان لازم اصبر شويه عشان خاطر اقدر اعتلي مكانه تقدر برضو تحقق شيء جديد. فلغايه سنه 2006 بدات اول الاعمال اللي هي بدات تاخد حيز مشاهده كبير جدا هناك في بريطانيا. ثم كنت بركز كويس جدا على بلدي نظرا ان انا بحب التاريخ واثار بلد، فبدات اركز في بعض العروض على ده سواء عن الاثار او عن الفن او عن التعليم او غيره او غيره. كل مجتمع بيبقى فيه سلبيات، ولكن احنا لازم نلقي الضوء بالوازع اللي موجود عند كل الناس وكل الشعوب على النقط الايجابيه اللي هي انا شايف والناس كلها اللي سافرت بره عارفين كلامي صح، ان في عندنا ايجابيات كتيره جدا ولكن هي بس منتظرين او يجب تفعيلها. كان في فكره من الافكار ان انا اقدم عرض مختلط بمعنى جنسيات مختلطه ولغات كما هي على المسرح، وقبلت الفكره طبعا بوصفها بالجنان في البدايه. كيف ستقدم عرض مسرحي متكامل بيقول حاله انك ازاي تقدم كل هذه اللغات ولكن على المشاهد ان يتلقى؟ ده اللي انا عملته بالفعل، الحمد لله نجحت فيه. كل المشاهدين سيتلقوا وعليهم ان يستجمعوا هذه الحاله حسيا. مش فاهمين اللغه. وممكن ما يكونش فاهم اللغه، واكيد مش فاهم اللغه، يعني الروسي اللي قاعد ما كانش يعرف انجليزي كويس. العربي ممكن يكون عارف شويه انجليزي لكن ما يعرفش مثلا سواحيلي من لغات افريقيا. والافريقي اللي موجود عارف انجليزي وسواحيلي كما يعرفش هندي. فكانت الفكره مجنونه من البدايه ولكن قوبلت بترحاب شديد جدا. الجمهور بالكامل استحسن هذا، وكان في ورق استطلاع راي كله تقريبا اكثر من 92% بالظبط استجمع هذه الحاله وفهمها عن ظهر قلب. والعرض اتعرض هناك؟ العرض اتعرض هناك وخد حوالي اكثر من 9 جوائز، زكت بعد ذلك الى انها تعرض في المجتمع العربي ولكن قبلت بالرفض عشان خاطر ده مش هينفع ارميه في مجتمع ما فيهوش اللغات العديده اللي موجوده في بلد او مملكه زي المملكه البريطانيه. طب حضرتك شايف ايه الفرق يعني بما ان حضرتك اشتغلت هنا واشتغلت بره، ايه الفرق ما بين المسرح اللي عندنا هنا والمسرح اللي بره؟ هو المسرح المصري او المسرح العربي وتخصيصا المصري لاني بتكلم باللسان المصري، مسرح نشط جدا، مسرح ساري جدا، وما ادى منه او عليه لتفرع هذا المسرح لمسرح حر والفرق المستقله العديده. المسرح في خارج مصر ما عندوش هذا التقييد، في كوادر من خلال وزارات الثقافه او الهيئات المعنيه بالامر المسرحي او الفني المسرحي، ولكن هناك سبل بتوفر بشكل جيد او اعلى من جيد شويه نظرا لمعطيات كثيره جدا منها اقتصاديا و و و ولكن هنا احنا بعد كده تفرعنا في المسرح العربي المصري الفرقه المستقله، ودي حاجه عن نفسي انا يعني مبسوط منها جدا عشان خاطر انا اعمل هذه التنويعة الجميله ان هو بيقولوا غير المثل اللي بيقول لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع، لولا تعدد السلع ما وجد كل شخص ما يناسب له. يا ستي بعيد وشك محبوس شويه، حاطه وشك في وشي كده ليه؟ ولا بتعمل الكبري يا ولا يخرب بيتك بتعمل ايه يا عم يا سواق؟ يا سواق انا سبته من الاتوبيس ده يا ساتر، نزلوني من الاتوبيس ولا يخرب بيتك يا ساتر. الاتوبيس ده الموبايل اللي هو كان هيشوى الموبايل. الحمد لله ده ايه؟ المحفظه المحفظه فين؟ ايوه الحمد لله لقيتها. ياه جيبني تاني اهو. ايوه يا سيدي عايز ايه؟ ايوه جاي دلوقتي على طول. ايه؟ ما كنتش عارف ارد عليك، كنت مزنوق في الاتوبيس. طب اقفل اقفل انا جاي على طول دلوقتي. ايه؟
هو مش انا البخل برضه؟ والبخل ده لازم يبقى له هاله كده، امال لازم يبقى له برستيج. هو الفريق اتكون امتى؟ من سنتين. طب جمعت بقى الناس ازاي؟ هو كان في اتفاق ما بين هيئه ثقافيه معينه وكيان تاني هنا في اسكندريه على اساس ان استاذ سيد يقدم الاعداد ممثل، وان الجهات المعنيه ديت اللي هم هنا في اسكندريه كانوا متكفلين ان هم هيتمموا اعداد الممثل ده، والنتاج بتاعه هيبقى فيه عرض مسرحي بيضم المواهب اللي خرجت من الاعداد. بس هو في الحقيقه هو ده كل ده ما كملش يعني. فكملنا استاذ فادي لقى الموضوع يعني في طاقات كويسه واحتفظ بيهم وما اخدش منهم مقابل لاعداد الممثل ده خالص، واشتغل معاهم كان منهم بنتي. ده سبب ان انا اتعرفت على استاذ فادي وقتها. فاستاذ فادي بعد ما كان اخد قطع شوط في الموضوع ده خلاص وارتبط بالناس نفسيا ومعنويا، والناس فعلا طاقات خرجت كويسه جدا معاه، وحتى بالقاعات بقى هو اللي يأجرها، وهو يعني هو بالظبط بالظبط شال كل حاجه يعني حتى الاولاد. كل الاتفاق اللي كان حاصل ما بينه وما بين الكيانات دي هو نفذه بس لوحده. انا كنت باجي وقتها مع بنتي، انا مصممه ازياء، فابتدى يطلب مني استاذ فادي ان انا هو هيديني فكر معين للازياء اللي هتلبس في العمل، وبعدها طلب مني ان انا امسك الاداره المسرحيه للفريق. فطبعا برضو رحبت جدا، فعلا كمل. وهو انتج بقى عرض الخوف، تعرض السنه اللي فاتت وحقق نجاح كويس جدا الحمد لله. الناس ما كانتش مصدقه ان ده اول عمل للولايات كلها. واستاذ فادي حرص كمان ان هو يكون في نجوم موجودين في العرض يعني تشجيعا للمواهب الصغيره دي، والعرض الجديد برضه ماشي بنفس النمط. وعلى ارض الواقع ما فيش حد بيعمل اي حاجه، عشان نبقى واضحين بس مع بعض. هي كلها فيها شو، احنا بنعمل احتفاليه وبنقول شويه مش عايزه عشان ما بقاش متحمله على حد. احنا عايزين ده الوجود ده يبقى موجود على ارض الواقع، ان هو يدعم موهبه، يدعم يعني مش عايزه ابقى منحازه للمسرح، ما ممكن يدعم حاجات تانية كتير على ارض الواقع. فده الاسقاط اللي موجود عندنا في العرض الجديد الوهم، مجموعه موهومين. يعني العرض كله بيتكلم، العرض كله اسقاطات عن، ولكن في المقابل في ناس حقيقيه. بالظبط، لان هي دي المشكله اللي موجوده هنا. الانتاج مع ان لو كان في انتاج هيبقى الموضوع احسن من كده بكتير، لان المسارح غاليه، تاجير القاعات غالي، في مصاريف كتيره. حضرتك عندك يعني حضرتك قلت ان حضرتك عندك غير الفرقه دي كذا فرقه ثانيه في كذا حته ثانيه. انا بشرف على حوالي 9 فرق مسرحيه ثاني، منهم حاليا يعني في فرقتين متوقفين لظروف معينه، ولكن الباقي كله شغال الحمد لله. وفي منهم من اسيوط ومن المنيا ومن الوادي الجديد والاقصر واسوان، وفي ما بين فئينا ما بين الاقصر واسوان برضه، في القاهره فرقتين، وفي هنا فرقه، وفي طور التكوين لسه في فرقه ثانيه او فرقتين. طب المحافظة اللي موجود فيها الفرقة بتأثر على المسرح أو بتأثر على الفرقة نفسها؟ أكيد أكيد. كل محافظة مثلا على سبيل المثال لو خدنا الأسكندرية، مسألة إن أنا ألاقي قدامي على الأقل أقل تقدير قاعة زي دي مثلا أنا أعمل فيها بروفاتي والناس تتجمع فيها، أو سهولة المواصلات نتكلم بشكل موسع شوية، أو الباعث على الفن والإلهام زي البحر مثلا، كل الكلام دي معطيات بتثري هذا الفن وبتشجعه وبتخليه في اقدام اعلى واقوى شويه. فوجود المسرح في مدينه معينه بيتاثر مفيش كلام بثقافه ومعطيات والجو المحيط، لان احنا مصر كلها تقريبا حتى على مستوى اللكنات سبحان الله، يعني كل حاجه كل مدينه ليها ثقافه. طبعا اكيد المدينه بتاثر في تصور الفن و ارساله بعد كده او اخراجه في الشكل التعبيري المسرحي. طب لو بينا نتكلم بقى عن فرق القاهره واسكندريه، هو انا وجهه نظري ان القاهره بتبقى يعني حظها اكتر من اسكندريه، ممكن علشان مسارح عندنا في القاهره بتبقى كتير، مكاتب الكاستنج، معهد فنون في القاهره،
بس برضو على النقيض هنا في اسكندرية بنلاقي تنوع في الفرق. إذا كانت القاهرة تنعم بهذا الأمر إنها مكاتب كاستنج وما إلى ذلك وحاجات كتيرة زي كده، فالاسكندرية بتنعم بمواهب، ده من وجهة نظر شخصية، مواهب أكتر شوية، الناس متفانية بشكل أعلى شوية. القرارات اللي طلعتها اللي هي نقابة المهن التمثيلية وورش للناس اللي لسه داخلة جديد، فكلمني حضرتك عن الموضوع ده. بداية من انطلاق الفكرة إن تحجيم وتحديد المجال في أو كل من يخرج إلى الشاشة أو كل من يخرج إلى الستيج الخشب المسرح أو ما إلى ذلك، ده شيء جميل عشان خاطر ما ينفعش إن أنا زي ما بيقولوا المجتهد أكيد مش زي الغير مجتهد، البازل المجهود غير طبعا المتكاسل، كل الكلام ده كويس، ولكن مسألة إن أنا أحجم هذا الوضع يعني وأعمله إن لازم عشان خاطر تستمر أو تنطلق انطلاقة فنية مسرحية أو سينمائية إن أنا أحجمك إنك أنت لازم تاخد ورش معينة عشان تطلع تعمل ده، ما ينفعش إن أنا أحجم حد ظروفه منعاه في إن أنا لازم أخرجه من كذا قناة تعدي منها فترات كتيرة قوي عشان خاطر يقدر يخرج كممثل. ممكن أعمل حاجة تانية إن أنا لو عملت ماذا لو عملت نقابة الهواة، يعني كنا بنتكلم في ده مرة من المرات وقبل الموضوع باستهجان واستغراب شديد، ماذا تعني بنقابة الهواء؟ نقابة الهواء هو شخص هاوي بيثقل مسرحيا. الشيء اللي أنا بعمله على سبيل المثال إن أنا بأختار مواهب بعناية جدا، كل من عنده موهبة أو أشوف من وجهة نظر إن عنده موهبة أو من خبرتي القليلة جدا، إن أنا بحاول إن أنا أخد بإيده وأديله كل اللي أنا جمعته في حياتي عشان خاطر أثقل هذه الموهبة. طب ماذا لو عمل من الأعمال الفنية احتاج لموهبة معينة زي ما كان زمان؟ نسمع عن الأفلام القديمة جدا إن في بعض الممثلين والممثلات المخرجين صرفوهم في الشارع وشافوا هذه الحالة الجميلة اللي هو فيها وهذه الكاريزما زي ما بيطلق عليها وخدوا عمل الدور على أقوى ما يمكن. يعني الموضوع لازم يكون فيه فكرة وسيطة تبتدي توسط ما بين ده وده عشان خاطر المسائل تبقى متوازنة، ده يبقى الكف اليمين أرجح ولا اليسار أرجح. اصلكم ان انا ما بعرفش اكتب عربي وانتوا بقى وحضرتك بقى مجمع اللغه العربيه اللي جايه تصرحيني فوقي يا مهما فوقي. لازم تعرفي ان انا المخرج. ايوه انا المخرج، انا نمبر 1 عن 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 عن. لا لا يا استاذنا، ده انت الاستاذ واحده تلاميذه. هو ايه اصله ده؟ كل كلمه انا المخرج انا المخرج انا نمبر 1. وعن عم ده ايه فاع المرارة ده؟ هو اعترف وخلاص مش عايز يعترف حتى بغلطة املائية. احنا معنا ولا ايه؟ والله ما عارف، ده انا اتخلقت من كتر ما بقعد احيي رجلي فيه واقعد كل شوية ادلعه واكحرمه واقول له يا استاذنا يا ريسنا ربنا ما عارف عليه. صح، يعني من انطلاقة الكونة ان ده حد يقول احنا وقعنا ولا ايه؟ يعني حد من المستعجل وعنده رأس كفاية إنه وقعنا ولا إيه؟ فأنت لسان حالك كده لسان نفس لسان الحالة، فما ينفعش إن أنا أطلع لما أطلع إن أنا أبقى جريء، في فرق إن أنا جريء وأزود عليه. أنا ياسمين أيمن، عندي 14 سنة، ممثلة ومساعد مخرج. بس بس محمد خاطر 27 سنة، محامي وممثل. محامي أصلاً محامي مينا مجد اسحاق، انا معايا لسانس حقوق وممثل في الفريق وتم ترشيحي مساعد مخرج للفريق. قبل؟ اه طبعا الحمد لله نشكر ربنا. وانت؟ نورا محمد علام، عندي 13 سنة، ممثل في الفريق. سنة كام يا نورا؟ سنة عادية مش دخلت عليها. ابراهيم علي 31 سنة، معايا الحاسب الآلي، ممثل في الفريق. سيف رجب عندي 19 سنة وممثل في الفريق. طيب عايزة بقى كل واحد فيكم يكلمني عن دوره. انا طبعا شفتكم كنت بتمثلوا الله اكبر عليكم، بس حابب ان كل واحد كده يتكلم عن الدور بتاعه. انا دوري عصبي، انا مش طايق المخرج. انا الصعيدي اللي جاي من الارياف بيدور على فرصه، فبيصادف انه بيقع مع حد موهوم فبيضطر ان هو يتقبله على قد ما يقدر عشان نفسه يوصل او يعمل حاجه. انا الدور بتاعي المفروض ان انا مسؤول لجنه بتاعت غنى، تقديم غنى ومواهب، وانا مسؤول اللجنه
والمفروض ان المواهب اللي بتجيلي دي مش مواهب ولا حاجه بس عايزه تشتغل وخلاص. واللجنه اساسا بتاعتنا المفروض ان هي مفتوحه سبوبه، احنا لجنه النظام بتاعها ان احنا عايزين مواهب وخلاص وفلوس داخله خلاص، لكن احنا كمان مش فاهمين حاجه في المواهب اللي بتقدم لنا يعني. تعالى ده مش صغنن. البنت راح تقدم اختبار في لجنه تحكيم. ايوه دوري اوفر. يمكن اوفر ازاي بقى؟ زي ما احنا شفنا كده مختبر تمثيل بيجيله مواهب بس طبعا كل حاجه بالواسطه، اللي ما واسطه بس هو اللي بيتقبل، اي حد تاني لا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا مثلا يعني اللي ما واسطه بس هو اللي بيشتغل كده. سمعت ان معاه اعداديه؟ لا وقديمه كمان قديمه. انت ما قلتناش يا كبير، ايه رايك في عرض المسرحيه اللي حضرناه امبارح؟ يهمنا الاكبر طبعا يا استاذنا. اقف مكانك يا ولد. يا ابني لازم تعرف ان العالم دي كلها عالم هبله وسطحيه، ما عندهمش اي عقدة في الافكار ولا متمكنين من الادوات. ازاي يا كبير؟ ها؟ كبير الناس كانت فاكره مبسوطه وبيقولوا عنده قيمه. عنده قيمه وكمان سينوغرافيا متكامله واداء عالي للممثلين، صح يا ابني؟ وتخطيط حركه مناسبه. ايوه يا ابني بس انا ما شفتش جغرافيا خالص في الموضوع. يا استاذ يا كبير انت ركز معايا، انا بقول لك سينوغرافيا، خاطر دي احس بالاصابع. شوف يا ابني شوف انا هقول لك، اقف مكانك يا ولد. إذا كانوا يا ابني هم الجغرافيا فلازم تعرف إن أنا التاريخ. لا يا عمري احبس أنت يا أخي. اخلص يا ولد. حبيبي بقول لك اخلص يا ولد. حبيبي اخلص. اخلص. بقول لك اخلص. وحد النار. حبيبي بقول لك اخلص. ماير محمد عندي 23 سنة وبشتغل مدرسة إنجلش في مدرسة. أحمد أسامة عندي 15 سنة ماسك فريق وبشتغل جرافيك ديزاينر بعمل بوسترات و فريق برضه. رامي عصام أنا ماسكة الموسيقى التصويرية بتاعت الفريق طبعا بالتصور الموسيقي بتاع أستاذ فادي وأنا خريجة الكونسيبت. أحمد ماجد 17 سنة وماسك هذا الفريق. عمر أدم عندي 15 سنة وماسك. عندي أسامة 22 سنة وماسك. طيب كل واحد بقى فيكم يقول لي هو انت كلكم ممثلين هنا يعني بفريق. كل واحد بقى يكلمني عن دوره. هو انا لسه جديده جايه بقالي كام مره بس كده فلسه ماليش دور قوي في المسرحيه بس الموضوع عجبني. باخد اعداد تمثيل مع استاذ فادي يعني بحضر التدريب بتاعه بس. بس انت مثلتي قبل كده؟ لا خالص. في المشهد الاول عامل دور شخص اللي هو ايه عارف اللي هو عارف الاسرار. لا المشهد الاول يعني عارف الاسرار وكده يعني بتاعت الفريق وفضاح وكده. او ممثل فريق جاي يمثل وفضاح وكده. انا الدور بتاعي واحده شايفه نفسها بقى ومرايه وكده وفي نفس الوقت فضاحه برضو. انا في المشهد الاول طلع في دور اللي هو شخص بيحب التمثيل جدا ونفسه ليه فرصه، فلما بيروح فريقه بيلاقي مخرج يعني زي ما احنا شفنا كده حد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه فبيضطر ان هو يعني يفضل معاه في الفريق يعني عشان عايز فرصه خلاص. شايف ان هو ده الامل يعني مفيش غيره. انا بقى دور اللي طلع من هياص مستغل اقل فرصه عشان يمتلك. عشان ايه؟ يمتلك ويرقص ويلعب. انا من دور اللي هو بيبو الشين اللي هو يعني نفس الوقت هو بيكره المخرج بس عايز يوصل برضه من خلال المخرج دوت، فهو بيحاول يحافظ على علاقته ما بينه وما بين المخرج وبيحاول برضه يعني يزيد بمعنى اصح مع الناس اللي في الفريق. والمشهد بقى بتاع فين المواهب يعني ده احنا عايزين. انا شفته ده بقى انا شفته. بس هو